Everybody say it, Muslim, keep it going. Assalamu alaikum. Muslim. Pray 5 times a day, because I'm Muslim. Got 4 wives. 4 wives? I love jealousy. اقول لك شيء؟ تفضل. كرهت شيء اسمه سمبوسه. فطور سمبوسه، سحور سمبوسه، واحنا نتفرج على حروف والوف سمبوسه. امي خلاص والله شبعنا. ترى تابعنا. كيف حالك امي؟ طيب طيب سمبوسه. والله طيب. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ من زمان عندكم. كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم، وان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحه والسلامه. وهذا معناته ايش يا عبد الله؟ عيد. دائما في كل عيد تنعاد علينا نفس المواقف كل سنه، زي قريبك ذاك يعيد نفس النكته كل سنه، تيجي تصب له القهوه يجي يقول لك انا صايم. اضحكوا له نكت سبيستون هذه ولا ايه؟ في هذه الحلقه حنوريكم بعض المواقف اللي بتصير كل سنه، يعني كل سنه يعني انا بحاول انه ما اسويها بس بتصير. ما نقدر نهرب منها. صدق يا ابو فهد رمضان عدى بسرعه. يا شيخ ما علينا نقول الا الله المستعان. الله المستعان. فين القهوة؟ طلعوا العصير نسيت؟ فين كيكة الكتكات؟ ما قلت له. العزيز هلا خالي، كل عام وانت بخير. يديك العافية خالي حبيبي. عزيز هلا امي. قلت لخالك شكرا. امي خلاص اكيد. امي خلاص بص راسه رجعت مكانك، كل عام وانت بخير. تفضل. شكرا. كل عام وانت بخير. لا هذه سهلة. وانت بخير. مبارك عليك الشهر. لا هذه شكلها جديدة علي. هذه هاي سكور صدتني. لا عاد تيجي بيتنا. فينك يا ابو الشباب زمان عندنا. انت اللي فينك. تفضل الشباب. يا سلام. شكرا. عبد العزيز. كل عام وانت بخير ابوي. وانت بخير. تفضل. الله يخليك لنا ابوي. اعطيها الحمودي. ايش؟ موجوع قلبي. عزيز وصلوا الضيوف، عايزين نخش مع بعض. اكيد ما عليك. يلا يلا بسرعه. جوك جوك يلا تعال جنبي. وينك؟ اهلا كيف حالكم؟ عزيز كل عام وانت بخير خالتي. وانت بخير، تعال حبيبي. لا لا بعدين بعدين. لا 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 كيف الحال؟ خلصنا خلصنا. وفي النهاية حابين نذكركم انه في ناس محرومين في هذا العيد، مو مع اهاليهم ولا في بلدهم، زي الشغالات والسواقين والعمال. وحاولوا تسعدوهم عشان ربي يسعدكم، رغم انه ما عندنا عيديات. زحلقونا هذه المرة. صبر صبر. المشكلة ترى الصغار ما يفهموا. اخذ عيدية يمخط بيا ترى، واقول لك ايش عبد الله، ترى مو هم اللي ينبسطوا في العيد، الامهات. حبيبي اخبي لك هو. يلا على لوي فيتون يا بنات. مين حينظلموا في العيد؟ الابناء، البنات، الاباء انه حينسرقوا منهم. واحنا مظلومين من زمان. اصبر اصبر. ما فايدة. ما حزنتوا ولا نفطر. والامهات حيكونوا. وبعد صلاة العيد تحديدا في الظهر حيكون فترة اغماء. تبغى تسرق البيت. تنسدح جنبهم يديك عادي. ان شاء الله عجبتكم الحلقة، لا تنسوا تسووا سبسكرايب ولايك وشير كل الحركات هذه الحلوة. كأني مصطفى الاغوى. توصف الجد. القلم اكبر من راسه. و ترى صندوق البريد حقه لتحت يعني. يعني كل شيء منكم طيب يعني. يعني زحلقوا اي شيء. كيس بطاطس.